بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير بسنت. صباح الخير مصطفى. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. طمنينا قولي لنا ان الجو حلو النهارده. بصي يا بسنت، الصراحه في ارتفاع بسيط في درجات الحراره، بقيم بتتراوح من درجه لدرجتين على معظم المحافظات. في القاهره تحديدا في ارتفاع بدرجه واحده بس عن امبارح. الرطوبه عامله ايه؟ عاليه طبعا، شهر 7 و8 طبعا الرطوبه بتبقى عاليه جدا. امبارح كانت صعبه جدا والنهارده صعبه بس امبارح بالليل كان الجو حلو قوي. بالظبط، ما هو جو بالليل عاده بيبقى معتدل. حلو قوي. اتفضلي يا ليندا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.90، اما الشراء فسجل 18.83. اليورو البيع سجل 19.26، اما الشراء فسجل 19.18. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.65، والشراء سجل 22.55. الفرنك السويسري البيع سجل 19.44، والشراء سجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82 والشراء سجل 2.80. الريال السعودي البيع سجل 5.03 جنيه والشراء سجل 5 جنيه وقرش. الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 849 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 990 جنيه للجرام، أما عيار 24 سجل 1131 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7920 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك. النهاردة الجو هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكمان كان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.